بحفظ الله ورعايته يغادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الثلاثاء 18 من رجب 1445 هجرية الموافق 30 من يناير 2024 ميلادية متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في زيارة الدولة رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.